السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي قصة طريفة طرت الليلة على بالي، والله اني ما ادري ذكرتها لكم من قبل ولا لا. اني من مشكلة، هذه المشكلة اسمها كثرة السواليف والقصص اللي في راسي، احيانا تسبب لي زحمة واطلع عن المسار، فاعذروني لو كررت بعض القصص والسواليف. يا الله حسن الخاتمة. قصتنا الليلة عن واحد تزوج له وحدة وحبها وحبته، وجا بينهم حب فوق الوصف. هو شاب وهي شابة، لكن سبحان الله العظيم الأيام الحلوة ما تطول، صار على الولد حادث ومات، الله لا يفجعنا وياكم. الصدمة كانت عنيفة وقوية على زوجته، لدرجة إنها نامت في فراشها يجي سنتين كاملة ما تحرك أبد. يسوا أهلها منها وخافوا لا تموت، ويوم من الأيام سيرت عليهم عجيزة حكيمة وعطتهم حل سحري. قالت لهم بنتكم إن شاء الله هنا بالطيب، روحوا للسوق فلاني في عجوز تبيع هناك، وقولوا لها حنا جايين من طرف فلانة. العجوز الثانية أخطر من الأول، ترى العجائز وكبار السن عندهم من العقل والحكمة والذهانة ما الله به علي. علموها بالسالفة وقالت بتقهوى عندكم العصر وإن شاء الله هن بنتكم تبي تطيب. سيرت عليهم ومسويت نفسها ما تدري عن الموضوع، والبنية نايمة وراها في فراشها وقامت تسولف. قامت تذكر المرحوم وتدعي له، قالت لا إله إلا الله سبحان الله العظيم، كان جايم بخطب بنتي قبل وفاته بأسبوع. والله يوم فزت البنية قالت وشلون؟ قالت يا بنت الحلال توفي الله يرحمه، راح الله يرحمه ويسكن فسيح جناته، جاي خطب وعطيناه وما عطيناه وقلنا له يا ابن الحلال وتوفي الله يرحمه. صعقت البنية بالخبر، ما تخيلت ان رجلها يبي يعرس عليها، مرة تضحك ومرة تبكي، يقولون ما أذن المغرب سبحان الله، اللهم سويت نفسها شوربة كويكر. شوف الاسلوب اللي استخدمناه العجز في معالجة ابنية، اسمه وداوني بالتي كانت هي الداو. يقولوا انها عرست ولله الحمد وجالها ذرية هلادمي، تحييها السالفة تمرضها السالفة سبحان الله العظيم. السلام عليكم.